جبل النصر أحد أحياء منطقة النصر في شرق عمان ذات الكثافة السكانية العالية نسبياً. هذه المنطقة تسمى شعبياً بجبل المفلوخ. من هنا تمر سكة حديد الحجاز التي بنيت خلال الحكم العثماني في 1900 لتنقل الحجاج من دمشق إلى المدينة المنورة. جبل المفلوخ يسموه من زمان أيام الأتراك، بحشوه عشان السكة الحديد، وحط عليه السكة الحديد لحد الآن، يعني ما هو منذ البداية لغاية الآن وأنا بعرفه على هذا الوضع. هذا الجبل كعبارة عن سكة، الناس بيجوا وبيطلعوا منه. طريق مختصرة يعني؟ طريق مختصر للمجمع، من المجمع بيطلع على الأماكن اللي بدهم إياها، بس هاي طريق مختصر يعني أقرب. هي أحسن من الشارع. أنا كل يوم باجي وبطلع منها. هذه المنطقة المخفية من جبل النصر تثير الرعب في قلوب السكان هنا. في المفلوخ تكثر القصص عن جرائم القتل والخطف والاغتصاب. هنا يصعب الفصل بين الواقع والخيال. هذا الجبل بسموه جبل المفلوخ عندنا، حتى الحكومة يعني نفسها شرطها بتخاف تفوت فيه بالليل، تكون عتمة يعني مش شيء ببين، يكون في كلاب وما كلاب وحرامية. زي ما حكيت لك لأنه دائما يكون همل وزعران ومسلحين. يعني إحنا نتجمع في الحارة ونطلع مع بعض، ولما نروح إحنا وإحنا مروحين نتجمع كمان وننزل مع بعض. يا ما راحوا بنات ويا ما راحت أولاد. أجت حجة صارت تحكي في واحد غوطت عليهم وسرقت بنت صفي. صار عندنا أكثر من مرة يعني خطف، حالة خطف يخطف الأولاد والبنات. أنا بتذكر إنه بس واحد حط إيده على تمي وطلعت معه الدرج اللي جنب بيتنا، يعني لسه طلعنا من الدرج ولا نزلوا جيراننا عليه. كنت دائما احلم انه حاط ايده على تمي وهيك، كنت دائما احلم انه حاط ايده على تمي. يعتقد البعض بان الاتراك العثمانيين دفنوا الذهب والكنوز في هذا الجبل قبل ان يفروا بسبب الثوره العربيه الكبرى ضدهم في 1916. كرة سنين جن أو إشي يحمي الذهب هذا. أي إنسان بيقرب على الكنز هذا ممكن يأذيه. تنحل إلها 100 حل هاي المشكلة. أول إشي إحنا طلبنا إنه نحط إضواء بالليل، تكون ضاوي الشارع عتم كتير بعد المغرب، يعني صعب كتير. بعدين ممكن يصير شارع، ممكن كشك شرطة ينحط، يعني فيه إله حل كتير.